أبتدي بذكر الله منزل الكتاب ومثل ما ألقيكم سلام بعد بحاسيسي. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا وما كنتم قاعد تتابعونا عبر شاشة تلفزيون قطر، هذه الشاشة الذهبية اللي دائما عودتكم أنها حريصة لأنها تقدم برامج منوعة ذات أهداف ومضمون يكون بالتأكيد سامي. موجودين في هذا الاستديو الأكثر من رائع مع هذه الكاميرا تحديدا، نقدر نقول عادة الكتاب يبين من عنوانه سينما، يعني راح يكون برنامجنا يختص ويتحدث عن أبرز الأفلام الموجودة في دور العرض، راح نسلط الضوء عليها من خلال هذا البرنامج. بالتأكيد راح يكون في شيء مميز. المميز في هذا البرنامج بس ما تشوفون في كرسي هني، هذا الكرسي في كل مرة راح يشهد شخصية وموهبة قطرية عندها قدرة وجانب في الإبداع السينمائي، سواء في الإخراج، الإنتاج، التمثيل، التصوير، راح تكون منورتنا بالتأكيد في هذا الاستوديو. بالإضافة راح يكون لنا تسليط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي، أهم الأخبار العالمية والمحلية كذلك. غير كذي راح يكون في نهاية البرنامج مسابقة، هذه المسابقة راح يتم تسليط الضوء عليها في نهاية البرنامج والحديث أكثر عنها. أعطيتكم فكرة جدا سريعة عن البرنامج لأن راح تتابعون حلقتنا، الحلقة الأولى من برنامج سينما، وراح تتعرفون إن شاء الله أكثر عليه. بالإضافة أنه راح يكون في تجديد دائم وتطوير دائم لهذا البرنامج، فدائما خليكم متابعين باستمرار وأول بأول. حلقة الليلة راح نتعرف على أهم وآخر الأفلام اللي نشوفها بالصالات المحلية. غير كذي راح نشوف شنو راح يقول المخرج جورج لوكاس عن فيلمه الجديد ولقاء مع الممثلة نيكول كيدمان. أما المواهب المحلية فبالتأكيد راح يكون لها مساحة خاصة في برنامجنا، ولكن كل هذا والمزيد بعد الفاصل. يعني فعلا من فقرات الحلوة في برنامجنا احنا نتعرف على الأفلام اللي تعرض في دور العرض، لأن خاصة عطلة نهاية الأسبوع على الأبواب والسينما دائما هي من أول الخيارات في العطلة. إيش رأيكم نروح مع بعض للسينما ونشوف شنو ناطركم من أفلام ونتكلم عنها بشكل مفصل. السلام عليكم، عادي أخذ سلفي معاكم؟ يلا تأخذ سلفي. زين، بخصوص يعني جاي تخرع الناس ولا تشوف فيلم؟ اثنيناتهم. إذا خلينا نتعرف على أسماءكم ونعرف مشاهدينا مشاهدين برنامج سينما بحضراتكم. إذا تقدر تشيل الحين ولا ما تبي الناس يشوفون وجهك؟ إيش اسم حضرتك؟ سلطان عبد العزيز جاسم محمد بنيان. والنعم؟ أرام حمودي. والنعم؟ مؤيد. عبد الله فلاحي. يعطيكم العافية، قاعدة أشوفكم مستمتعين بهذه الأجواء وقاعدة تخرعون الناس. جايين تشوفون أي فيلم تحديداً؟ جوبيتر أساندينج. جوبيتر. يعطيكم العافية، بخليكم تستمتعون بهذه الأجواء، شكراً لكم، وكملوا السلفي وروحوا تشوفوا الفيلم. شكراً. السلام عليكم، شانكم؟ شخباركم؟ تعرف بسماتكم؟ مشاهدة من النجاة. والنعم فيكم. تشوفون فيلم أكيد تختارون فيلم، شو الأفلام اللي شفتوها؟ شفنا تقريباً كل فيلم في أسابيع، واليوم إن شاء الله بنشوف أمريكان سنايبر. تجون كل السينما نوبو ولا تروحون السينما؟ كل يوم، لا كل يوم. كل يوم هني؟ نوبو. طلعتكم تذاكر مجانية صح؟ المفروض. زين، ترى عندي أنا برنامج الحين اسمه سينما، الشخص الواحد يقدر يفوز بخمس تذاكر في أي بي مجانية. فشاركوا معانا، الحين ما حسألكم أي سؤال، تابعوا البرنامج وشاركوا. ما بطول عليكم، ساعة كم فيلمكم جاي؟ الساعة 9:30. تأخر ساعة الفيلم. شو الفيلم اللي قاعد تشوفه الحين أو بتشوفه الحين؟ الحين جوبيتر something. جوبيتر إن شاء الله عاد يكون الفيلم حلو. يعطيك العافية وشكرا لك. شكرا. تعالوا تعالوا تعالوا، بناخذ بوب كورن وعقب يمكن ندش فيلم يمكن. بالتأكيد أفلام كثيرة قاعد نشوفها في السينما. إيش رأيكم بسينما نوفو 7 ستار؟ لا صراحة السينما مالها حل. إي والله. زين. يعني خاطر الجملة. زين، أكثر فيلم أنواع الأفلام اللي تحبونها، أكشن، دراما، كوميدي؟ أنت ما أكشن. أكشن أكيد. أكشن مغامرات. يعطيكم العافية شباب، ما قصرتوا، شكرا. خدنا جولة سريعة في سينما نوفو، راح نحدثكم الحين أكثر عن الأفلام اللي تعرض في هذه السينما، فتابعوا معانا بس في الاستديو. يا جماعة الحلو في برنامجنا أنكم تستطيعون أنتم تعرفون على الأفلام قصتها، تأخذون فكرة جدا بسيطة وسريعة عنها عشان تختارون الفيلم اللي يناسبكم في السينما وتروحون تشوفونه.
الفيلم الأول اللي اخترناه واللي راح نتحدث بطريقة نقدر نقول جداً مبسطة ونعرفكم عليه وهو فيلم Son of a Gun. شنو قصة الفيلم؟ لما السجن يجمع جي آر ببرنارد لينش اللي هو يعتبر أحد أخطر مجرمي أستراليا، يجد جي آر نفسه بعد خروجه من السجن ضمن حلف مع برنارد عشان ينفذون سرقة، هذه السرقة ضخمة من الذهب. لكن شو راح يصير؟ مع مرور الوقت راح تختلط الأشياء وتنعدم الثقة بين الشريكين، ويتحول الحلف إلى مواجهة وملاحقة بين الطرفين. القصة جدا ممتعة وجدا شيقة، ما راح أكملها وأحرقها لأن لازم تروحون وتشوفونها في السينما. But then I'm gonna need your help on the outside. To do what? Hey, kid, you're on for tomorrow. You follow Brendan, and that's where the pot of gold will be. You two will be front of house here, while the young fella and I will be on gold duties. So who's the monkey? Okay. I just wanted gold! Someone a monster! This job comes off, we have to vanish. What did you tell her? Nothing. You listen to me. You do not bend the rules for a piece of scut. I wasn't expecting any honor amongst thieves. It's business. الفيلم الثاني اللي يمكن تشاهدونه هذا الأسبوع هو فيلم الإثارة Stonehurst Asylum، واللي تبدأ أحداثه عند وصول الدكتور المتخرج حديثاً إدوارد نيوغيت لاستلام مهمة بالمصح العلاجي، ليتفاجأ بأحداث غير عادية تجري هناك تجعله يكتشف أحداث مرعبة تضعه عند حدود ضميره المهني. يا ترى شلون راح يتصرف أمام هذه الاكتشافات؟ Interesting case this one. His family sold him off to a sideshow when he was a child. Hello? Suicidal tendencies are not uncommon amongst the deranged. Did he stab himself in the back as well? You do not belong here. Tell me what's going on. I am Dr. Benjamin Salt, rightful superintendent of Stonehurst Asylum. When you have found a thing a man fears most, you will have discovered the key to his madness. An unfortunate case. Tormented by delusion. What are you going to do, sir? Treat him, of course. You may do the honors, Doctor. You can't possibly imagine the world. All games must end. من أفلام الإثارة خلونا ننتقل إلى فيلم يجمع بين الكوميدي والأكشن، فيلم مورتاديسيا اللي تدور أحداثه حول صراع للحصول على لوحة فنية تدور الشائعات على أنها تحمل كود سري يقود إلى ذهب مفقود من أيام الحقبة النازية. يقوم بدور البطولة في هذا الفيلم جوني ديب اللي يقوم بدور اللورد تشارلي مورتاديسيا تاجر المقتنيات الإنجليزي أحد المتصارعين للحصول على اللوحة. الفيلم من إخراج ديفيد كويب. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? Mordecai. Mordecai. Charlie Mordecai. Bit of a moron, actually. Oh, I believe I've just shot Jock. Excellent shot, sir. Man down. A Most Violent Year هو فيلم الجريمة اللي ياخذنا إلى نيويورك بعام 1981 عشان يورينا شلون أحد المهاجرين الطموحين معاناته بالدفاع عن أعماله عيلته بأكثر وقت صعب مر على مدينة نيويورك. He deserves respect. Very disrespectful.
I run a fair and clean business, and I will fight till my last breath to prove that. These are dangerous times, and we have to adapt. It's not like when we was driving. Get out! There were more murders and rapes in this city last year than there have ever been, so if you've come to tell me that we have an urgent security issue here, trust me, I'm aware. This can't continue. You're at war here. It's been 2 years since you started investigating my industry. Do you have any idea who's been doing this to us? Or you may be doing something to bring this on yourself. I have always taken the path that is most right. The result is never in question for me. ولمحبي أفلام الفانتازي والخيال يعرض هذا الأسبوع فيلم جوبيتر أسندينج اللي تدور قصته حول جوبيتر اللي ولدت بليلة نقدر نقول عليها مقمرة. منذ ذلك الوقت أظهرت إشارات عن قدرات غير طبيعية وبانتظارها أشياء ومهمات جدا كبيرة لتنفيذها، ولذلك تسافر من الكوكب اللي تعيش فيه مع أحد المقاتلين إلى الأرض لمواجهة أحد الحكام الطغاة. Your Majesty. You are in for a surprise when you find out what I do for a living. That's not what you do. It's what you are. I want her found. And I want her dead. Your Majesty's life has got to change. You've been searching for one thing your whole life. And she's down there. Shira! Jupiter! Here we go. من أفلام الأكشن والجريمة خلونا ننتقل إلى فيلم آخر يتكلم عن سيرة واحد من أهم رموز التحرر بالستينيات القرن الماضي. سلمى هو قصة نضال مارتن لوثر كينغ للحصول على حقوق متساوية للأمريكان السود، وذلك طبعا من خلال المسيرة الشهيرة من سلمى إلى الألاباما اللي كان تحديدا في عام 1965. The people! The people! The people! The people! The people! The people! There are 70 million people watching. These pictures are going around the world. We must make a massive demonstration! White, black, and otherwise, come to Selma. I heard about the attack of innocent people. I couldn't just stand by. Looks like an army out there. This revolution goes on and on! This revolution goes on and on! What happens when a man stands up, says enough is enough? بعد جولتنا بالسينما الجولة للحين مستمرة، ولكن هالمرة مع آخر أخبار السينما العالمية والحركة السينمائية. لهذا الأسبوع اخترت لكم وقفة مع مخرج فيلم حرب النجوم جورج لوكاس وتجربته الجديدة بفيلم الأنيميشن سترينج ماجيك. غير كذي راح يكلمنا عن نسخته الجديدة من فيلم حرب النجوم. So that's how you react to a near-death experience? What? You were both nearly killed. You make such a big deal out of everything. I'm a total mess! We have to get ready for the ball. No, you've got to get ready for the ball. كما حرب النجوم كتب لأطفال أعمارهم 12 عاماً، قررت أن أنفذ فيلماً للفتيات اللواتي يبلغن 12 عاماً. رزقت بابنتان والآن لدي 3 بنات. فبالحقيقة كانت طريقة للقول بأني سأقدم فيلماً للفتيات، وهذه نقطة البداية. في نهاية المطاف الفيلم هو عن الفرق بين ما يعتقد أنه حب والحب الحقيقي، وفي الحقيقة لا يمكنك الحكم دائما على كتاب من غلافه. كما تعلم القصص التي أخبرت مرارا وتكرارا كما هي الحال في حرب النجوم.
A real smile. This is one of my better ones. You used to love the spring ball. Dad, I'm just too old for this. I just want to see the happy Marianne I used to know. Before the... I'm happy. I'm happy. Well, I hope you're happy enough to dance with your father. Or someone. Even better. رغبت أن أصنع فيلماً أكثر حقيقية مما صنعه الآخرون، لذلك شرعنا بالقيام بكثير من الأبحاث والتطوير وطيلة سنوات مضت، هذا ما كنا نقوم به، محاولين رفع المستوى لأن الأمر مرتبط بالتكنولوجيا. You're going like that? Good luck being asked to dance. I'm not dancing. Oh, I'm gonna dance with the most perfect boy. And who would that be? Aaron. No. Benjamin. Charles. Jaren. No. Gordon. Herbert. No. I'm going alphabetical, if that helps. سوف يكون من الممتع مشاهدته. مجددا ندم الوحيد حول حرب النجوم أنه لم تتح لدي الفرصة لمشاهدته. أقصد لم تتح لدي الفرصة لمشاهدة السفينة الكبيرة. فالآن سوف أشاهدها مجددا لأنها سوف تكون جديدة. Oh, here I am. Roland. On my knees again. Dad! Why do anything? He's so romantic. Just to make it right. I'm so on to that hair thing. Say you'll understand. Never! Oh, I know you can. Oh, no, I can't. Come on, Marianne. Come on, Marianne. من فيلم حرب النجوم خلونا ننتقل إلى أحد المهرجانات، تحديداً مهرجان ساندانس السينمائي اللي طبعاً انطلق الأسبوع الماضي، وراح يكون في لقاء مع النجمة نيكول كيدمان خلال حفل إطلاق العرض الأول لفيلمها سترينجر لاند، واللي طبعاً شارك في بطولته جوزيف فاينز. لقد كنا مستعجلين، كانت ميزانية متواضعة، كنا نخرج يوميا للتصوير، محظوظون أننا أنهينا تلك الأيام وتعاملنا مع موضوع معقد، ومشاهدة المخرجة تشق طريقها كمخرجة وأن تجد رؤيتها وتقاتل من أجل ذلك. أحب ذلك وأحب أن أدعمها. Lily's been missing before. That's in there. Well, this is the missing persons database. If she's ever been reported as missing to police, then she'll be in there. Yes, she... Well, no, I mean, she just... It was for two nights and I panicked and I went to the police and she came back. Okay. في البداية قلت لكم راح يتم تسليط الضوء على السوشيال ميديا، ومن خلال جولة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً تويتر اخترنا لكم مجموعة أخبار نستعرضها سريعاً مع بعض. هذه الأخبار كانت نقدر نقول عنها الأكثر تداولاً أو مواضيعها كانت محل جدل بالأسبوع الماضي. بجولتنا على موقع تويتر راح نبتدي من الحساب الخاص لمؤسسة الدوحة للأفلام وفيلم تومبوكتو اللي شاركت بتمويل المؤسسة واللي حقق 95% من التقييمات الإيجابية عند طرحه بالصالات الأمريكية. الممثل براد بيت وكريستيان بيل وراين غوسلينغ راح يجتمعون بفيلم واحد مقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز The Big Short. قال المخرج كلينت إسود أن فيلم الأخير أمريكان سنايبر يحمل رسالة ضد الحرب. كلام إسود أتى بمعرض دفاعه عن الفيلم ضد الاتهامات على أن الفيلم يشجع القتل وعنصري بمضمونه وغير موضوعي. يبدو أن الزواج مرادف لزيادة الوزن، فبتغريدة نشرت على حساب ستومب وبحسب صديق الممثل جورج كلوني إنه يشك بقدرة كلوني على الالتزام بالنظام الغذائي الصارم الذي فرضته زوجته أمل علم الدين بعد ما زاد وزنه 7 كيلوغرام من سبتمبر لليوم. وبحسب صديق كلوني الذي قال هو ممثل منضبط ولكن ليس أمام الأكل.
من الأجواء العالمية إلى الأجواء المحلية، وهذه تحديداً أكثر الفقرات اللي أنا أحبها. برنامج سينما هو أيضاً فرصة لمحبي السينما والموهوبين صناع الأفلام المبتدئين عشان يعرضون أعمالهم أو يوصلون أفكارهم من خلال هذا البرنامج. لجل كذي هذا الأسبوع راح نتوقف مع أمل المفتاح، وتجربة نقدر نقول عليها أكثر من رائعة، جداً جميلة، تجربة إنسانية من خلال هذا الوثائق اللي يمكن بعضكم شفتوه وسمعتوا عنه. حمالي لأمل المفتاح، خلونا نشوفها. من إيران أنا دشيت في سنة 62، جيت في دوحة أشتغل كندري ودي ماي في بيوت، دور شغل دور رزق. أبوي كان شيبة، أمي عجوز. في البداية يعني ما كان لي اهتمام في الفيلم ولا شيء، كنت أشوف أفلام وهاي، لكن ما كنت أعرف إني بصير فيلم ميكر في المستقبل. فاللي صار هو دخلت في فيلم ميكينج كاس وكان وايد حلو، يعني عجبني، فقررت إني أكمل في هالصف. بعدها بديت أخذ ورش مع دي إف آي، وبعد أخذت سمر كورس في نورث وسترن، ويعني هاي سمر كورس هو اللي عرفني، خلاني شجعني إني أروح دي إف آي. الفيلم الحمالي كان عندي أسبوعين عشان أسوي الفيلم، وأسبوع كامل خذته بس عشان أدور التصريح وأكلم المكتب الهندسي عشان أخذ تصريح، وثاني أسبوع كان تصوير ومونتاج. اشتري أغراضي خلي في سيارة، ودي عند السيارة يعطينا 10 ريال 15 ريال، بعد الناس يمكن حسك الرزق 50 ريال، بعد الناس 5 ريال 3 ريال، هالشكل يمشي. سويت الفيلم عن الحمالية لأن كنت كل ما يسوق واقف ويكون عندي مثلاً حمالي يشيل لي الأغراض، كنت دائماً يعني أحاول أسألف معاه وأسأله عن أخباره وشي، وبعدين يعني بدوا يكسرون خاطري لأن يعني صار لهم فترة عايشين في قطر وأهاليهم برا، و يعني كسروا خاطري. ف يعني حسيت اني اذا بسوي فيلم عنهم راح يكون شيء جديد يمكن مو بوايد ناس سووا عنه. كان كل شيء مثل ما يقولون اون سبوت، يعني على طول كل شيء صار، ما كنت مخططه حق هالحوار. طبعا الفيلم انا بعد ما خلصته كنت يعني انا اعتبره احسن فيلم سويته، احلى فيلم، و ما كنت متوقعة أنه راح يكون شيء، فقررت أني ما راح أحطه في فيلم فاستيفلز لأن أبي ينتشر هني في قطر، لأنه هو يعني مجتمع قطري، فش الفايدة أني أنا طرش أفلام مهرجانات برا إذا الجمهور اللي أنا يعني أهدف له هم هني القطريين. آخر مقطع من الفيلم سألت الحمالي لو يعني أنت بترجع بلادك، بس ما قدر يرد، فهاي الشيء اللي صدق يعني أثر فيني، وبعد هالمقطع على طول قلت خلاص ما أقدر أصور. مستمرين معاكم وحياكم الله مشاهدينا وين ما كنتم قاعد تتابعونا. البرنامج مستمر والفقرات مستمرة. اخترنا لكم اليوم شخصية نقدر نقول عنها من أكثر الممثلات العربيات رقياً تميزاً، وليس بالمبالغة أن أطلق عليها سيدة الشاشة العربية، بالتأكيد كلكم عرفتوها، الفنانة فاتن حمامة الله يرحمها، واللي رحلت عن عمر ناها 83 عاماً. فتحية خاصة من برنامجنا ونشوف في هذه الفقرة. هو مش ناقصني كفاية علي بطلات قصص، كل واحدة منهم كان لازم لها دور في حياته. فاتن أحمد حمامة المولودة في 7 مايو من عام 1931 بدأت رحلة التمثيل الطويلة بيوم سعيد عام 1940 لمحمد عبد الوهاب. عملت فاتن حمامة مع شواهد السينما الخالدة محمد كريم وبركات ويوسف شاهين وصلاح أبو سيف وخيري بشارة، حتى غادرت السينما العربية بفيلم أرض الأحلام مع داود عبد السيد عام 1961.
1993. حتى لو ما كنتش هي، اللي حقوله لك ينفع يكون ماضي البطلة أي قصة. شاركت ألمع نجوم التمثيل والغناء في مصر في ابن النيل وصراع في الوادي ولا أنام ودعاء الكروان والحرام وإمبراطورية ميم وأريد حلاً، وبأفلامها الأولى مع زوجها الأول المخرج عز الدين ذو الفقار موعد مع السعادة وطريق الأمل وبين الأطلال ونهر الحب الذي قام عمر الشريف ببطولته. توجت حبها لعمر الشريف بالزواج عام 1955، وبثنائيات سينمائية وسمت المرحلة هذه بنكهة اجتماعية ولمسة رومانسية آسرة. كرمت الراحلة عن مشوارها الفني في أشهر المهرجانات ونالت أكبر الجوائز والأوسمة وحملت لقب سيدة الشاشة العربية كمثال لابنة الأسرة والفتاة الفاعلة والحيوية غير المنزوية والمعتدلة في كل شيء والأم الحنون. وبعدين ماتت هي وما لقيتش اللي يكتب عليا ويقول لي إنها كمان سافرت. رحلت فاتن حمامة عن عالمنا مطلع هذا العام عن عمر فني ناهز 70 عاما، ولم تكن شهابا مر في سماء الفن وانطفى، بل نجمة لامعة وذكرى عزيزة تعيش في القلوب. مع هذه الفقرة نكون وصلنا لختام الحلقة، لكن قبل لا نختم بتكلم عن المسابقة اللي قلت لكم في بداية الحلقة. هي مسابقة أسبوعية تخول شخص واحد أنه يفوز معنا بخمسة تذاكر VIP لحضور طبعا عرض أي فيلم تختارونه في صالات نوفو. ما عليكم للإجابة عن سؤال جدا بسيط من خلال هاشتاغ البرنامج برنامج أندرسكور سينما. اليوم السؤال اللي اخترنا لكم في أول حلقة من حلقات برنامج سينما: من الممثل اللي تزوجت منه فاتن حمامة؟ من الممثل اللي تزوجت منه فاتن حمامة؟ بعطيكم ثلاث خيارات وتسهل عليكم المهمة: فريد شوقي، عمر الشريف، ولا رشدي أباظة. فريد شوقي، عمر الشريف، ولا رشدي أباظة. جاوبوا على السؤال، سؤال جدا بسيط وجدا سهل، والفائز معنا راح يحصل على خمسة تذاكر VIP نفس ما أنا ذكرت لكم. الكرسي اليوم فاضي، لكن في الحلقة القادمة راح تنورنا شخصية وأكيد راح نستمتع في الحديث معاها ونتعرف على الشيء اللي قدمته. دائما تواصلوا معنا، هذه كانت أول حلقة إن شاء الله استمتعتوا فيها، والحلقات الجاية إن شاء الله وأكيد راح تكون أحلى وأجمل.